السلام عليكم، معكم الأخ زكريا من الجالية المغربية المقيمة بالديار الفرنسية وبالتحديد بمدينة ديجون الفرنسية. خلال اليوم 24 كنبغي نتقدم الشكر الكبير للإطار الوطني وليد الركراكي على هذه الإنجازات اللي دار الكبيرة والعظيمة اللي كتشفع عليه وأنه دخلنا للتاريخ من بوابة واسعة بهذه الإنجازات بالتغلب على أقوى الفرق وصلنا للنصف النهائي كأس العالم. وكنبغي نشكر اللاعبين على القتاليه، الروح القتاليه والروح الشرسه اللي خرجوها وتقاتلوا على التوني وعرقوا على التوني وفرحوا المغاربه كاملين وفرحوا العرب كاملين وفرحوا قاره افريقيا كامله. كنبغي نشكرهم بزاف وكنبغي نشكرهم عاوتاني على العلاقه ديالهم بالامهات ديالهم اللي عطاو واحد الطابع زوين بزاف اللي بينوا علاقه الابن المغربي بالام ديالو، العلاقه القويه اللي كتجمع الابن المغربي بالام ديالو. كنبغي نشكرهم بزاف وان شاء الله نوصلوا للفينال ولما لا نديو الكاس ان شاء الله. بالنسبه للتوقع ديالي ان شاء الله بالمباراه ديال نهار الاربعاء ضد منتخب فرنسا، انا مشجع المنتخب الوطني لحقاش انا مغربي الحمد لله، وان شاء الله النتيجه غتكون لصالح المنتخب الوطني المغربي بجوج لزيرو ان شاء الله. والمسجل ان شاء الله غيكون حكيم زياش غيسجل البيت الاول وان شاء الله البيت الثاني غيسجلو يوسف النصير ان شاء الله. السلام عليكم الاخوان والاخوات، معكم حسن القنب رئيس جمعية المغاربة المقيمين بالخارج مدينة ليموج بفرنسا ورئيس منتدى مغاربة العالم. كنشكروا القناة يوم 24 على الاستضافة هذه. بالنسبة للمقابلة ديال الغداء إن شاء الله يوم الأربعاء ما بين المغرب وفرنسا، كنتمنوا من الله أنه المغرب يفوز، ماشي احتقارا على فرنسا ولا شي حاجة، وإنما غادي يكون افتخار لنا احنا كمغاربة أو كجالية المقيمة بالخارج، غادي يكون افتخار لنا أنهم يربحوا فرنسا. وكما تنقول أنه المغرب غادي يكون ماشي غير المغرب اللي فرحان وإنما القارة الإفريقية عامة، وخاصة بغيناهم كاع يديو لا كوب دي موند، يجيبوا هاد كأس العالم باش يتهدى لسيدنا الله ينصرو والله يشافيه لنا. دونك وكما كنطلب من الجالية المقيمة بالخارج ليموج أو فرنسا أنه إلى ربحنا فرنسا نحاولوا ما أمكن نحترموا الخرجات ديالنا باش ما ينوتش صداع، باش نبقاو بالهيبه ديالنا ويبقى راسنا دائما مرفوع. دائما نديروا قدامنا بانكم الجاليه المقيمه بالخارج بانكم سفراء، راكم كتمثلوا المغرب. وهذا الشيء علاش كنطلب جميع الجاليه المقيمه بالخارج يكون داك الشيء بالاحترام. واذا اقتضى الحال انه خسرنا مع فرنسا كنبغي تكون خرجات محترمه، نفس العمليه. اي فوالا، وكنشكروا قناه يوم 24. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الاخ محسن من افراد الجاليه المغربيه المقيمه بفرنسا، وهني الشعب المغربي والمغاربه وتهانينا للمنتخب الوطني المغربي بوصوله لمباراه نصف نهائي كاس العالم 2022 منظمه بدوله قطر. مباراه نصف نهائي هذه ستجمع المنتخب الوطني المغربي بناديه الفرنسي، مباراة صعبة للغاية. كما أشكر جميع اللاعبين الذين قاتلوا وجاهدوا بقتالياتهم وجمعوا حب الوطن للدفاع عن القميص الوطني المغربي في جميع المباريات، حبهم وهدفهم هو الوصول لمباراة النهاية. الحمد لله الأهداف بدأت تتحقق والأحلام أصبحت حقيقة. كما نشكر الإطار الوطني الكوف الخبير بتجربته الذي مر كلاعبا وبخبرته كمدرب، الإطار وليد الركراكي الحاضر من مدينة تطوان، فهو فخر لنا بحكم مدينة تطوان. كما أشكر الرئيس الجمعية الملكي المغربي السيد القجاع في الثقة التي وضعها في الإطار الوطني وأعطى الثقة مرة أخرى للإطار الوطني اللي خوض غمار هذه البطولة، بطولة ليس كباقي البطولات فهي كأس العالم. فبعد عبد الله بلندا اليوم لنا إطار وطني وليد الركراكي أعطى يعني بان للعالم أجمع أن الإطار الوطني كذلك له خبرة وتجربة وحنكة أعطت أكلها في هذه المباريات. الحمد لله لنا لاعبين، لنا منتخب قوي، لنا إطار وخبرة وتجربة. اليوم نستند المنتخب الوطني في مباراتين، نحن كأفراد جالية مقيمة بفرنسا نتمنى أن تمر المباراة في جو أخوي وجو رياضي، وأن أن
لا حتى لو فاز المنتخب الفرنسي نتمنى أن تمر المباراة في جو رياضي كذلك، وتسود المودة والمحبة بين جميع الجماهير، ولا داعي يعني للتخريب ولا يعني للأعصاب. فمباراة بطبيعة الحال، فمن سيسعفه الحظ ويلعب بالقتالية فسيفوز. وأنا شخصيا أتفائل بفوز المنتخب الوطني المغربي، لأن بحكم قراءتي التقنية للمباريات التي خاضها المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي أتنبأ بفوز المنتخب المغربي، فهو لا شك فيه. ففوز المنتخب الوطني المغربي في هذه المباراة سيؤهل للمباراة النهائية ضد المنتخب الأرجنتيني. وكذلك أشكر المنبر الإعلامي اليوم 24، وأشكر جميع المتابعين والمتابعات، وأهنئ مرة أخرى الشعب المغربي والمغاربة، وبون كوراج للمنتخب الوطني المغربي في مباراته ضد فرنسا. وشكرا وتحياتي لجميع المغاربة عبر العالم. رسالة من أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى الشعب المغربي عامة: تحلوا بالأخلاق وتحلوا بالروح الرياضية، ولتسود المحبة بيننا سواء فاز المنتخب الفرنسي وسواء فاز المنتخب المغربي. ألي ديما مغرب، سير سير سير.